على أرض عروس البحر المتوسط تم تدشين ماراثون مشي بمشاركة 1000 مشارك ومشاركة من كافة الأعمار وذوي الهمم بالإسكندرية، وتم تنظيم الماراثون تحت شعار أحسن صاحب. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على تليفون دكتورة غادة جمال الدين، مدير عام إدارة القاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة. يا دكتورة غادة، صباح الخير عليكي. صباح النور، أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا. خلينا نتعرف على تفاصيل الفعاليات اللي شهدها ماراثون أحسن صاحب. الفكرة بتاعت اسم أحسن صاحب، محافظة اسكندرية فكرت في الفكرة دي ليه؟ هي الفكرة بتاعت أحسن صاحب هي فكرة اتقدمت في الاحتفالية الرئيسية بتاعت قدرون باختلاف السنة اللي فاتت. كانت الفكرة ان احنا يعني ندعم ذوي الاحتياجات الخاصة، كان فكرة من معالي الرئيس ووزارة الشباب والرياضة والتضامن. فاحنا امبارح على كورنيش اسكندريه كان في ماراثون مشارك ب 1000 واحد من يعني الشباب الاسوياء وذوي الهمم، عشان ندعم الفكره ونقول لهم احنا جنبكم ومعاكم ومش سايبينكم، وزاره الشباب والرياضه ووزاره التضامن. طب واحسن صاحب دي جت بناء على ايه؟ الجمله كلمه احسن صاحب ان هو اللي هيبقى معاه يعني يرافقه طول حياته. ايوه، فهو ده المعنى بتاعه، ان هو يفضل معاه من اول ما بدا حياته يعني لغايه ما يفضل معاه ما يسيبوش. دي كلمه احسن صاحب، دي كانت فكره المبادره نفسها ان هو يبقى على طول ملازم. طب وعلى كده كان في اعمار مختلفه، يعني اكيد ماراثون ما كانش يعني مقتصر على فئه عمريه واحده، صحيح الكلام ده؟ لا خالص، ده كان جميع وجميع المحافظات الجمهوريه، ما كانتش محافظه اسكندريه بس. كان المشاركين في الماراثون كان من جميع المحافظات كلها. طيب اكتر من جهه اشتركت في التنظيم، مين ومين ومين؟ احنا كانت جهه وزاره الشباب والرياضه ووزاره التضامن، المؤسسه اللي بتدير المبادره نفسها اللي هي احسن صاحب، مؤسسه صناع الحياه والتحالف الوطني. عظيم. يا ريت تكلمينا عن المؤتمر الكشف العلمي اللي نظمناه في مصر. المؤتمر الكشف العلمي يعني دي إدارة مختصة بإدارة تانية اللي هي إدارة الشباب في وزارة الشباب والرياضة. أيوة. كان افتتاحه الأسبوع اللي فات، كان على مدار 5 أيام في الوزارة، وشارك فيها أكثر من 180 دولة على أرض مصر، وحدث كبير جدا. يعني إحنا اتشرفنا إن إحنا ننظم حدث زي ده، فخرج فعلا يعني بصورة مبهرة جدا، وكان بترحيب من السيد رئيس الوزراء ورعاية كريمة من فخامة الرئيس. طيب احنا اتكلمنا ان الماراثون شهد وجود ذوي القدرات الخاصه والشباب، فاحنا عايزين نعرف بقى هل في تسهيلات معينه لذوي القدرات الخاصه عشان يقدروا يستمتعوا بفعاليات اليوم ويقدروا يشاركوا براحتهم؟ طبعا، ان كانت وزاره الشباب والرياضه عن طريق مديريه الشباب والرياضه باسكندريه كانت موفره لكل ذوي الهمم الاتوبيسات الخاصه بالنقل، المشروبات. كان في معانا متطوعين من شباب يدير شباب، دي مبادره برضو خاصه بوزاره الشباب والرياضه ومعالي الوزير بيرعاها. كان كل دولت معانا في انتظار ذوي الهمم، كان كل حاجه متسهله لهم يعني، وكنا كلنا تحت امرهم يعني من طول اليوم، وانا نفسي كنت حاضره الماراثون يعني. طب ولو رجعنا لمؤتمر الكشف العلمي بعد فوز مصر بالعضويه دي، ايه هي اهم الملفات اللي هنشتغل عليها علشان نخدم على قصه الفوز بالعضويه دي؟ هي يعني هو انا مش عارفه اتكلم كتير في الموضوع ده لان مش حاجه تخصني انا، بس كحركه كشفيه يعني دي حاجه مهمه جدا باسم مصر، ان احنا يعني حدث زي ده يتم وكل المشاركين دول يبقوا موجودين معانا على ارض مصر. طيب فكرة وجود ماراثون لذوي القدرات الخاصة، ردود أفعال بقى المرافقين ليهم وردود أفعالهم هم كمان، وإزاي حصل تنسيق بين أكتر مبادرة؟ يعني حضرتك اتكلمتي عن إن في متطوعين من مراكز الشباب ودي كانت مبادرة موجودة بالفعل، التنسيق بين المبادرات المختلفة ده إزاي حصل؟ والله أنا هقول لحضرتك إن إحنا كان يوم الخميس بالليل كان في عندنا لقاء ختامي خاص بمشروع اللياقه البدنيه بتنفذه وزاره الشباب والرياضه، وكان معالي الوزير حضره في المدينه الشبابيه في اسكندريه، فكان مشارك معانا جميع المحافظات. فكانت فكره معالي الوزير ان احنا نشارك ذوي الهمم بكل الناس على مستوى المحافظات الماراثون ده، فعشان كده كانت يعني الفكره جت ان احنا ننفذ الماراثون ده بكل المشاركين على مستوى المحافظات. أكيد. بالتأكيد يعني جهود كتير جدا بتقوم بها محافظة اسكندرية، وخصوصا فيما يتعلق باحتضان ذوي الهمم
واشتراككم في مسابقات زي دي. كل الشكر ليك دكتورة غادة جمال، مدير عام إدارة القاعدة الشعبية في وزارة الشباب والرياضة.